خرجت صاحبتك في السنة الجديدة ولا لسه؟ لسه بخرج صاحبتي. ساعات باخدها مثلا، ساعات باخدها حاجات كتير. صاحبتي مين؟ والله مش ممكن نقعد في كافيه بقى ونروح دريم بارك. تيجي دريم بارك معايا نعمل ايه؟ اعزمها على كافيه اللي هو القهوه فيها ب 20 جنيه ده. على حسب بقى ما هي عايزه. لا خرجتها ولا اخرجها ولا اي من لا اي حاجه. ما هو حب من طرف واحد وانا ما احبهاش اصلا. جاليريا 40 سبيكترا عادي يعني، اماكن كتير. خرجنا في كامبينسك. مش عايز اخرجها، هي تقعد في البيت حلو قوي. ما معناش فلوس، احنا فقر. وممكن تخرج خروجات بسيطه. ما بتنفعهاش، ما بتعجبهاش. تقول لك لا يعني. ما بيتبسطوش بالحاجات دي. لازم ايه يعني؟ يعني اقول لها نخرج نتمشى نعمل اي حاجه، ما ترضاش. لازم اصرف، لازم اصرف، والشوكولاتات ومش عارف ايه، والشوكولاته غليت بقت الضعف وحاجه. تقترح على اختك نفس الاماكن ولا هي تختار اماكن ثانيه؟ على اختي يعني ايه؟ تخرج مع صاحبها في نفس الاماكن؟ لو هتخرج معاها تخرج معاها في اماكن عامه عاديه يعني. اقترح على اختي انا؟ تقعد مثلا في تيفلي، تقعد في اكتوبر. ايه وصاحبها؟ ايه وخطيبها؟ لا ما فيش صاحبها، فيش الكلام ده، فيش الكلام. لا خطيبها؟ لا ما فيش الكلام ده. راجل شعري حقير بقى ومتاخر. حقير؟ جدا جدا. انا اللي بقول لك والله. دي حركتني قوي والله، مش هينفع كده. انت وصاحبتك واخو اختك وصاحبها؟ لا مش صاحبها. مين؟ ليه؟ ايه؟ لو خطيبها عادي يخرج. لا لو صاحبها. لو صاحبها؟ لا انا اختي يعني ممكن ما اعرفش. مش عارف ايه ظروفها ايه؟ ممكن تعمل معايا حوار في البيت. انت عادي مش كيف ابوك يعني؟ لا وانا مش عادي، بس انا مثلا لو شفته جه اتكلم وراجل ومش عارف ايه وكده عادي يخرج. لو راجل يخرج. لو مش راجل. لا لو مش راجل ما يخرجش. طب تروح معاهم يعني؟ بروح معاهم فين؟ لا هم ساعات رحت معاهم مره بس هم قشطه. ثانيه واحد بس هم ما خدنيش معادوني يعني في حته، وطلعوا صوحوني وروحوا هم في حته ثانيه. اختك تصاحب ليه اصلا؟ اختك تصاحب انت كده؟ انا ما صاحبتش. اختك تصاحب؟ تبقى تخرج معانا برضه. معاكوا يعني انت وصاحبتك و بجد والله؟ انا عارف صاحبها اصلا يا ابني. تخرجوا انتوا الاربعه مع بعض؟ ايه المشكله؟ مع صاحبها؟ لا حلو الموضوع. لا ما تروحش اصلا، تقعد في البيت. ليه العنف ده؟ احنا عيله كده. اقول لصاحب اختي يعني خلي عندك دم. وخرج اختي وخرج اختي على مزاجها.